إلى ذلك أشار قائد المنطقة العسكرية الرابعة لواء الركن محمود الصبيحي إلى أن جميع منتسبي قيادة ووحدات المنطقة ضباطا وصفا وجنود على قدر عال من المسؤولية وفي أتم درجات الاستعداد للتصدي للأعمال الإجرامية والتخريبية والإرهابية. وأكد اللواء الصبيحي أن هذه الأعمال لن تنال من عزائمهم ومعنوياتهم مثل هذه المحاولات اليائسة للقوى الإرهابية والإجرامية ومن يقف وراءهم، كما تفقد محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة أحوال الجرحى في مستشفى با صهيب من منتسبي القوات المسلحة ومن المواطنين الذين أصيبوا جراء الحادث الإرهابي على قيادة المنطقة أمس الأربعاء، واطمأن على أحوالهم.